تتبعوا قناة الجديدة 24. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث. دائما وفي إطار انفتاح الجريدة على الحملات الانتخابية المتعلقة باقتراع يوم 8 شتنبر، تفتح بلاطو مع الحدث أمام وكلاء اللوائح أو من ينوب عنهم لتقديم برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخب من أجل تدقيق بعض الأمور المتعلقة ببرامجهم الانتخابية. في هذا الإطار يحضر معي السيد يوسف زاهدي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار. سي يوسف، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا للجريدة 24 على هذه الاستضافة، وحنا مستعدين باش نعطيو جميع التوضيحات اللازمة، وحنا كنشكركم على التواجد ديالكم في الساحة السياسية وفي الساحة الإعلامية، وكتأديو دوركم بواحد الصيغة اللي هي يعني حضارية، وكنشكركم عليها. شكرا سي يوسف. فأنت خريج المدرسة العليا للأساتذة، مجاز في العلوم الطبيعية، أستاذ السلك الثاني لمادة العلوم الطبيعية، مفتش تعليم ثانوي في نفس التخصص أي مادة العلوم الطبيعية بشهادة المجلس الأوروبي في علوم الحياة البحرية، رئيس جمعية المفتشين، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالجديدة دار الطالب، رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات وعضو الجامعة الدولية، رئيس جمعية المستثمرين بالحي الصناعي بمدينة الجديدة. كمسار سياسي، فأنت عضو سابق بالمجلس البلدي لمدينة الجديدة منذ 2003 إلى 2009، وعضو بجهة دكالة عبدة خلال الولاية من 2003 إلى 2015، يعني لولايتين، ثم عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات منذ 2003 إلى الآن. دائما باسم، في الأول باسم حزب الاستقلال، الآن بحزب التجمع الوطني للأحرار. قبل الخوض معك سي يوسف في الجانب السياسي، نبغي بحكم أنك رئيس جمعية المستثمرين، نبغي نعرف واقع الاستثمار في الجديدة. شكرا أستاذي. أنا أولا أود أن أعطي نظرة متفائلة جدا للمؤهلات ديال إقليم جديدة ومدينة الجديدة بالخصوص، اللي هي غنية برجالتها وبأطورها وبمعاهدها وبمؤسساتها التكوينية، وكل هذا كتجعل أن مدينة الجديدة هي قوة استقطابية للاستثمار، سواء على مستوى يعني المقاولات الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى أو الصغرى جدا. ونظرا ل يعني واحد مجموعة ديال الاجتهادات، واحد مجموعة ديال يعني التحركات ديال القوى الحية في البلاد، سواء المؤسساتية الدستورية أو المجتمع المدني، اللي خلات على أن مدينة الجديدة قطب اقتصادي بامتياز، وحطاته في الخانة دياله يعني الحقيقية، نظرا للإنتاج ديال الإقليم، نظرا للإنتاج الفلاحي، نظرا للإنتاج ديال الصيد البحري، نظرا للمؤهلات التاريخية اللي كاينة في المدينة وعطاتها واحد البعد سياحي. هناك يعني واحد العدد هائل من المؤهلات اللي خلات على أن المستثمر. كذلك كاينة تحفيزات اللي دارتها الدولة على أساس أننا استقطبنا واحد العدد من المقاولات، تحفيزات على مستوى الثمن ديال البقع الأرضية اللي كانت في الحي الصناعي، ودارت كذلك تحفيزات على مستوى الضرائب، 5 سنوات إعفاء و5 سنوات 50%. كل هذه جعلت من المنطقة الصناعية منطقة يحط بها الرحال حوالي 10,000 منصب شغل، وهذا شيء يعني يشرفنا ويعطينا البعد المجتمعي اللي خصنا نكون فيه. احنا فرحانين بمدينتنا، وفرحانين بإقليمنا، وفرحانين بالناس اللي كيتعاونوا معنا، سواء السلطة المحلية على رأسها السيد العامل، أو جميع يعني المندوبيات ديال الوزارات اللي حاضرين معنا بقوة، واللي يسيروا معنا التنمية الاقتصادية ديال هذه البلاد. يعني هناك ما يتقال، ولكن مدينتنا زينة وتستاهل أحسن.
إذن سي يوسف نحاول الربط ما بين المجال الاقتصادي والمجال السياسي، ونبغيك نبغيوك تعرفنا على دور المجالس المنتخبة في تشجيع الاستثمار. قبل ما ناخذوا في تشجيع الاستثمار، تشجيع الاستثمار كاين المجالس البلدية خصها تقوم بواحد الدور، ولكن هناك جهات أخرى تقوم بدورها. كاين المركز الاستثمار، كاين مركز الاستثمار السونتر دانفيستيسمون، السونتر دانفيستيسمون ريجيونال، وكاين يعني مصالح ديال الشؤون الاقتصادية على مستوى العمالة، وهناك كذلك على مستوى البلدية كاين واحد القطب الاقتصادي اللي كيساير يعني الترخيصات والأداء ديال المهنيين. المساهمة هي المواكبة، هي حسن استقبال، هي تسهيل المساطر، هي الأداء الإداري. يعني أن المستثمر لما كي يأخذ دير فكرة بأنه راه بغى يستثمر في مدينة جديدة ولا في إقليم جديدة ولا في هذا، خصو يلقى الأذن الصاغية ويلقى الناس اللي يشدوا بيدو باش ما يبدلش الرأي ديالو، باش يبقى شاد في المشروع ديالو. والمواكبة كذلك تكون على مستوى المالية، على مستوى الأبناك. المهم كاين هناك واحد الشبكة ديال التعاون اللي خلقناها عبر السنين. كيبقى أن الأداء ديال المجالس البلدية واللي احنا بصدد تجديد ديال المكونات ديال المجلس، يجب أن نختار الرجال والنساء اللي يعرفوا القيمة ديال الاستثمار، يعرفوا القيمة ديال الشغل، يعرفوا القيمة ديال أنهم الوليدات اللي كبروهم ووصلوهم لواحد دبلومات، أنهم يلقاو يعني في 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 القرب يلقاو المكان اللي يلقاو فيه الشغل واللي يكونوا فيه عندهم قيمة ديالهم ويكون عندهم واحد المردودية. لأن ما كاين ما أحسن من اليد العاملة المستقرة، يعني أنك حدا باك حدا أمك حدا خد ديالك حدا المجتمع اللي انت كبرتي فيه اللي قريتي فيه، وأنك تكون عندك فيه الشغل. وهذه مسألة خص لابد ما يستوعبوها الأطر والمكونات ديال المجلس اللي غادي يطلعوا، لأن إلا ما كانش عندنا هذا البعد أننا نواكبوا تكوين ديال الأطفال، نواكبوا الوليدات ديالنا اللي كيقراوا، هذا شيء مهم بالنسبة للمجتمع ما كيتكلموش عليه بزاف الناس، ولكن حنا كنهزوا الهم ديالو. لأن ملي الإنسان كيستثمر في وليداته كيقريهم ويشدوا البكالوريا ويبغي يسجلهم في المعهد ويبغي يسجلهم في الجامعة، الحمد لله في إقليم الجديدة كاين جامعة ديال الشعيب الدكالي عندها واحد المجموعة ديال الشعاب العلوم والآداب والقانون والثقافة إلى آخره، وهناك مدارس عليا بحال لو ان سي جي، بحال ليكول ناسيونال دو سيونس ابليكي، بحال لا بولي ديسيبلينير اللي فيها الدروا، فيها 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 الاقتصاد، فيها هذه كلها مؤهلات جمعات في الجديده، ما تجمعاتش يعني بلا, بلا 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 مجهود. هناك ناس اللي كنشكروهم يعني مباشره وبصفه غير مباشره على على ما ادوه لمدينه الجديده. هناك شخصيات يعني اللي ساعدت على ان مدينه الجديده تكون من المدن اللي توفرت فيها بزاف ديال الامور اللي تخليها من بين المدن الكبرى اللي تحتل مرتبه اقتصاديه مهمه واجتماعيه. الناس اللي غادي يطلعوا للمجلس البلدي يجب ان تكون في يعني في مؤهلاتهم يعني تكوينات اجتماعيه، يعرفوا بان المجتمع أن رئيس المجلس البلدي هو أب الجميع، ويجب أن يطلع بجميع التطلعات وبجميع الانشغالات ديال المجتمع بجميع الطبقات دياله، وفي أينما وجد سواء في الأحياء الشعبية أو في الأحياء الراقية. إحنا الحمد لله كاين واحد المجموعة ديال المجهودات، لا ننكر أن هناك مجهودات، وأنا لا أقوم بتقويم، لأن تقويم لا أقوم به لأنني لست يعني من مكونات المجلس السابق، وإنما لو كنت في المجلس لقمت بتقويم ذاتي يعني بنقد ذاتي، يعني صراحة نقول أنا أشنو درنا أشنو ما درناش، وفين كاين الخلال، وفين بغينا الناس تعاوننا على أساس أننا ننتخبوا رجالات اللي عندها واحد الاختصاصات. المجتمع خصوصا في السنتين، هاد السنة ونص ولا سنتين ديال الجائحة، تبينات بزاف ديال الأمور،
وبزاف الأولويات ما بقاتش الأولويات كما كانت. ولهذا فاحنا في حزب التجمع الوطني الأحرار تعرفوا بأن الحزب ديال التجمع الوطني الأحرار قام بواحد مجهودات كبيرة خلال 5 سنوات الأخيرة. أولا فيها إعادة النظر في الهيكلة، وكانت الهيكلة موسعة جدا على مستوى الشباب، على مستوى المهن، على مستوى الصحة، المحاماة، الشبيبة، كل هذه يعني منظمات موازية اللي غادي تدعم الحزب ديالنا. والحزب ديالنا أصبح قوي بالمكونات ديالو بالأجهزة ديالو. هذه يعني الآليات اللي استقطبتنا كذلك للعودة إلى البيت الأصلي، للبيت الأبوي، للبيت ديال الأسرة والعائلة اللي هو التجمع الوطني الأحرار. نحن نفتخر بمكونات التجمع الوطني الأحرار على المستوى الوطني، على مستوى القيادة، على مستوى المكتب السياسي، على مستوى المجلس الوطني، ولكن على المستوى الإقليمي هناك منسق إقليمي، هناك ممثلين لا في جميع الجماعات المحلية، في جميع الجماعات، أنا أقول في جميع الجماعات، وهذا شيء غريب لأننا ما بدينا شيء بزاف. هذا على مستوى جميع الجماعات عندنا منسقيات ديال التجمع الوطني، مكاتب اللي كترصد، كتقوم بعملية الإنصات، كتقوم بعملية التواصل مع المجتمع، كتختار الناس اللي غادي يكونوا في المستوى إن شاء الله غادي يمثلونا. ولكن على مستوى المدينة يعني الجديدة، يعني أن هذا تم حزب التجمع الوطني الأحرار تمكن من تغطية جميع الدوائر الإقليمية. أتمنى أن أكون صادقا وأقول بأنه يعني أغلبية الدوائر على مستوى الإقليم تم تغطيتها برجالات وبناس اللي عندهم واحد الغيرة على الدوائر ديالهم، وكنتمنى لهم النجاح وكنتمنى لهم الفوز، وكنطلب من المواطنات والمواطنين يصوتوا على التجمع الوطني الأحرار، نظرا لأننا رحنا تمحنا بزاف باش نختاروا لكم الناس اللي في المستوى، وحيدنا الخاطر من واحد الجهة ودرنا الخاطر للناس اللي غاديين يكون عندهم الأداء صادق ويكونوا قراب من السكان، ويكون الأداء ديالهم يعني ما كيشوفش البعد ديال النتيجة ديال يوم 8 شتنبر، وإنما يشوفوا على الحصيلة ديال إن شاء الله 2026. إذن السي يوسف، واش هذا هو اللي تيعكس تصدر ديال حزب التجمع الوطني الأحرار لنتائج الغرف على الصعيد الوطني؟ يعني شنو الأسباب؟ أنا لا يمكن، هو على المستوى الوطني، وهذا يعني تحصيل حاصل، هو أن التجمع الوطني الأحرار الحصيلة ديالو أبهرت واحد العدد من منظمات دستورية ومن منظمات المجتمعية ومن المجتمع المدني، لأنها تصدرت ب630 منصب في التجارة والصناعة والخدمات والصيد البحري والفلاحة، كل الصناعة التقليدية، يعني 630 منصب راه ليست بسهلة، وأعطت يعني إشارات كبيرة على أن حزب التجمع الوطني الأحرار بالقيادة ديالو يعني قدر أنه يبرهن على أنه في المستوى ديال التطلعات ديال الساكنة ديال المغرب، ديال المغرب ديالنا، احنا عشنا جائحة، وخلال هذه الجائحة نحن يعني نتصدر النتائج ديال الانتخابات. لا يمكن لنا أن نقول إلا أننا قمنا بدورنا كاملا على مستوى المجتمع وعلى مستوى التمثيلية ديال المنتسبين، وهذا هو النتيجة. النتيجة هو الثقة ديال المواطن في التجمع الوطني الأحرار. اليوم الجائحة خلتنا نعرفوا من المتضامنين. نحن نتضامن مع الشعب المغربي، نحن نؤيد الشعب المغربي على احترامه لتعليمات ديال 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 اللجنة الوطنية للصحة واليقظة، اللي يعني هذا الاحترام وهذا هو اللي خلانا في يعني في حمن من بزاف الأمور، ووصلنا احنا فرحانين بزاف. وإقليم الجديدة بالخصوص نحن نشد بيد جميع السلطات الصحية والسلطات المحلية اللي واكبت معنا هاد الجائحة، وخلتنا أننا نخرج بأقل ضرر. إذن سي يوسف، جاء في حضور الحديث ديالكم أن
حزب التجمع الوطني الأحرار يعني عمل على اختيار مرشحين ومرشحات مناسبين للمناصب اللي كيطمحوا لها. وبالتالي على مستوى الدائرة الانتخابية الجديدة كنشوفوا أن اللائحة ديالكم كتحمل واحد النوع ديال التنوع. كيفاش كتشوف أنت كمرشح ديال التجمع الوطني الأحرار الحظوظ ديال هذه اللائحة وسط 24 لائحة تتنافس على 39 مقعد؟ عاد نرجعوا بالنسبة للبرنامج الانتخابي ديالكم، كيفاش كتشوف الحظوظ ديال اللائحة ديالكم؟ اللائحة ديالنا بعدا اولا فيها جوج ديال اللوائح، اللائحة ديال الرجال واللائحة ديال النساء. اولا انا خصني نحيي النساء لان النساء قادرات على الدخول الى جميع البيوت والانصات لجميع الامهات، وليس هذا بامكان الرجل يعني نظرا للمجتمع ديالنا. فانا اشجع اللائحة النسائية، ولو كان بإمكاني أن أجعل الكل في المرتبة الأولى لجعلتهم في المرتبة الأولى، لأن كل شيء عنده الرصيد دياله، كل شيء عنده حمولة دياله، كل شيء بغي يوصل واحد الرسالة خلال الحملة الانتخابية. وما جات شيء بالترتيب، لأن جاتنا احنا كنفكروا أكثر بالتنوع، كنفكروا أكثر يعني بأننا نكونوا كنباشروا الاستثمار، كنباشروا الشغل، كنباشروا الشؤون الاجتماعية، كنباشروا الصحة، كنباشروا النظافة، كنباشروا تاكسيات، كنباكروا يعني كل واحد من قطاع، وكل واحد كيمثل واحد القطاع، وكل واحد غادي يجتهد فيه باش تكون عنده المكانة ديالو في 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 في, في الأداء. هذا لا يعني أننا من بعد الانتخابات غادي نقولوا للناس اللي ما تمش الاختيار ديالهم في المجلس أنهم راهم خارج التغطية، بل هم سيكونون المرشدين والناس اللي غادي يكونوا جالسين معنا في المنسقية ديال التجمع الوطني الأحرار ديال المدينة الجديدة، نصنتوا المقترحات ديالهم، التوجهات ديالهم، انشغالات ديالهم، كل واحد من الحي ديالو من لا شنو هي الحاجه اللي كتهم الناس. لان لحد الساعه باقي كاين شويه ديال اللبس فيما يخص الاولويات. كتعرفوا بان الحزب ديال التجمع الوطني الاحرار حط اولويات، خمسه ديال الاولويات، فيها التغطيه الاجتماعيه يعني الشؤون الاجتماعيه، فيها الصحه نظرا لما عانيناه وما يمكن ان نتطلع اليه في المستقبل حتى لا نكون يعني ضحية لتفريط معين أو لإفراط معين. هذه الأولويات، ملي كتكون الأولويات كتسبق الأولويات. هذا لا يعني أن الجوانب الأخرى في الازدهار وفي التوسع وفي هذا، مدينة جديدة زوينة مزيانة عندها شوارع كبيرة، ولكن فيها أحياء اللي خصهم تاهما تكون قريبة من المدرسة، قريبة من دار الشباب، قريبة لهم الملاعب القرب. راه هي كاينه هادشي، راه كاين ماشي ما كاينش، كاين واحد المجموعه ديال المنجزات، كاين شوارع كبرى، كاين واحد الدرجه ديال النظافه، ما كاينش درجه، ماشي النظافه كما بغينا في خاطرنا، خصها تكون كما بغات الساكنه، وخصها تكون عموميه لعامه الاحياء والجوانب ديال المدينه. هذا شيء ضروري خص لابد ما نفكروا فيه. وكذلك تكون عندهم تغطية اجتماعية، لأن التغطية الاجتماعية كتحميهم من الصير، من الفلوس، من الأداء، من البحث على الموارد باش يداوي راسو. خصو يكون عنده تغطية اجتماعية باش يمشي للمستوصف القريب، والمستوصف خصو يكون مجهز. كل هذه يعني أمور اللي غادي نتناقشوا فيها. يمكن شي واحد في المجلس البلدي غادي يقول لي واحنا ما عندناش الإمكانيات وداك الشيء، هذا راه ماشي جواب. أنا كنعلم وكنقول بأن الإنسان اللي كيكون يمثل السكان لا يمكن أن يجيبهم بإجابة أننا ليست لدينا إمكانيات. يجب البحث عن الإمكانيات، يجب أن يكون هناك فريق يبحث على التمويل ويبحث على إنجاز المشاريع وتتبع إنجاز المشاريع، وخص لابد من هادشي. ما يمكنش لينا نرجعوا عند الساكنين نقولوا لهم لا انتم هادي او لا الاداء ديال الاداره مش هو هذاك، حيت ما كاين شيء هادي ولا ما كان شيء هادي، ولا راه مشى الريزو، ولا ما كاينش عندنا الاورديناتور، ولا هذا. هذه التفسيرات اللي ما بقاتش مقبوله. اليوم المجتمع ديالنا ومدينه جديده خصها تكون
بالأطور اللي فيها، بالخريجين ديال المدارس اللي فيها، بالناس اللي ساكنين فيها، بالتطلعات ديالهم، بغاو مدرستهم من مستوى عالي، بغاو مدرسة يعني عالمية، بغاو مسائل، بغاو يعني مطاعم من مستوى عالي، بغاو يخرجوا مع وليداتهم، بغاو يستراحوا، بغاو يعيشوا الحياة، الحياة الكريمة، بغاو يمشيوا للسبيطار ويلقاو الامور كلها واجده. يعني الناس الساكنه ديال الجديده عندها واحد المجموعه ديال المعاناه اللي ما خصهاش تبقى، ما بقاش الوقت ديالنا اننا نقولوا لهم لا ما يمكنش ولا هذه ولا هذه. والحمد لله كاينين يعني القوى اللي كاينه حاضره معانا في, في في المدينه اللي عندها نفس الاراده اننا، ولا كان الناس اللي غادي يطلعوا للمجلس غادي نشغلوا شوف الخدوم والناس اللي كيخدم الناس اللي كيمشي لهم المصالح ديالهم كيعاونهم في المصالح ديالهم كهذا، نظرا لان الاداره ما الاداره ديال المجلس ما مصوباش راسها، خاصها تصوب راسها باش يولي اللي جاي يقضي غرضه ويمشي. اللي ما فيش يعني هاد الحماس انه يكون فرحان لما شي واحد يقضي الغرض ديالو وينجز داكشي اللي باغي ينجز، وتكون ماشي مخالف للقانون، يكون في إطار القانون، يكون ينجز الأمور دياله ويلقى وليداته فين يقرأوا، ويلقى فين يتسجلوا، ويلقى مول 10 على 20 في البكالوريا فين يتسجل، ويلقى مول 18 على 20 فين يتسجل. والخريجين كذلك يجب أن يكون هناك توازن ما بين الخريجين ديال المعاهد ديال التكوين وديال الجامعة وديال المدارس العليا مع الاستثمار المحلي والاستثمار الإقليمي. وحنا رحنا في مدينة اللي يعني اليوم أصبحت غنية ويحسب لها ألف حساب، والناس اللي مرأسين المصالح الكبرى فيها رهم واعين بهذا الشيء وكيساروا معنا هذا الشيء. كرئيس جمعية ديال المستثمرين أشهد أن هناك عندهم أن هناك يعني رجالات لهم غيرة على المدينة أكثر من غيرهم. هذا لا يعني أن هذا من البلاد ولا ماشي هذا من البلاد ولا ديك، هذه المسائل اللي ما بقت متجاوزة، أصبحت متجاوزة. فالسيد العامل هو من بركان، والسيد اللي في مثلا في التعليم راه هو من الدار البيضاء، واللي في هذا راه كل واحد، ولكن كله يبحث عن الحلول للمجتمع الجديد، للمدينة الجديدة، للساكنة الجديدة. هذا هو الأداء، وهذا هو لي زوبجيكتيف اللي عند كل واحد. لي زوبجيكتيف يعني بعد كنحطوا واحد المسؤول راه كنحطوا ليه واحد المجموعه ديال الناس. وانا كنأيد الناس اللي عطاونا يعني اليد المساعده باش نصوبوا الفضاء ديال الحي الصناعي، باش نصوبوا فين يمشي ولادنا. خصنا شويه ديال الترونسبور اون كومان اللي خص المجلس البلدي يفكر فيه، خصنا النظافه نزيدوا فيها، خصنا مصالح اللي خصها تبان جديده ما كايناش دابا، اللي كتحتاني بالبيئه، تبحث على النقط السوداء اللي فيها واحد التراكمات اللي فيها واحد مجموعه الامور. ان شاء الله الا طلعنا للمجلس البلدي غادي نحاولوا اننا نديروا خلايا اللي غتتبع باش حتى يكون الفضاء ديالنا فضاء اللي هو خالي من 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 خالي من من تهم. نحن مع البيئة، نحن مع الاستثمار. كتعرف بأنه الجديدة مؤخرا تفتحت فيها أول محطة حرارية للطاقة الحرارية في المنطقة الصناعية، اللي هذا الشيء كله يعني الوقت لا يكفي لكي نتكلم عن، ولكن جديديات وجديديين والناس اللي ساكنين في مدينة جديدة، ونحن نفتح على جميع الناس اللي أصبحت مدينة الجديدة بيتهم ومكانهم للحياة، مرحبا بهم، وهما فوق ظهورنا وحنا مستعدين أننا نكونوا خدامين ديالهم، نمثلهم ونقوم معهم بالواجب. خص كل شيء يعرف بأن الهاجس ديالنا الأساسي هو خدمة الساكنة، وهو وضع استراتيجية يعني لتسهل الحياة الكريمة على 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 على, على, على الجديدي والجديدية، على الناس اللي ساكنين في مدينة جديدة. ولا أنكر عليكم أننا اخترنا الناس المؤدبين، الناس اللي عندهم واحد المجموعة للمواصفات، مؤهلين، عندهم كفاءات، يعني في كل واحد في القطاع دياله، كل واحد في الجانب دياله. وإحنا فرحانين والنتائج غادي تبين، لأن كل واحد راه كيخدم
ومعروف بالخدمة ديالو، ماشي احنا يلا اليوم غنخدمو. احنا عايشنا الناس في الظروف الصعيبة في الظروف السهلة في الحياة اليومية في الأعياد في الحفلات، وشفناهم وشافونا وكانوا مرتاحين لنا ومرتاحين لهم، وبعد كيقصد شي واحد شي حد باش يقضي ليه الغرض ديالو ويلقاه في الجانب ديالو ويجاوبه ويمشي معاه ويدي معاه هذاك الرجل يمشي كيمشي مرتاح وبدون هاك ولا أرى ولا يعني نحن في ظل شفافية تامة. في ظل هذا التفاؤل ديالك السي يوسف بالنسبة للنتائج ديال الحزب ديالكم خلال الاستحقاقات المقبلة، شنو هي الرسالة اللي تبغي توصل للمواطن والمواطنة الجديدي يعني في كلمة أخيرة؟ في كلمة أخيرة، نحن مع البناء، نحن لا تهمنا المناصب، نحن مع البناء، نحن مع خدمة المواطن، نحن مع التغطية الاجتماعية، نحن مع الصحة ديال المجتمع ديالنا مع وليداتنا ومع الرجال ديالنا والتلقيحات ديال الوليدات ديالنا وديال التلاميذ ديالنا والطلبة. احنا داخلين عليها دابا، نتمنى انها تنجح من هنا نوفمبر ونكونوا فرحانين بوليداتنا وفرحانين بالصحة ديالنا كاملين، وتكون ترفعت علينا هاد التدابير الاحترازية اللي خلتنا ندخلوا مع التسعود وخلتنا ما نجمعوش وما ناخدوش الميكرو ونتكلموا مع 2000 و3000 الناس. وهذا أنا فرحان، لأن على مستوى الإعلامي ديالكم يعني المحطة ديالكم غنبلغ واحد غادي تصنطوا لنا واحد العدد هائل ديال المواطنين. هذه ما كانت تكون في الساحة الكبيرة وكل واحد يقول الكلام دياله ويجور تجي القيادة ديال الحزب كذلك باش تلتزم قدامنا وتلتزم قدام الساكنة باش تقوم معنا باللازم. احنا اليوم من خلال المحطة ديالكم الجديدة 24 كان أولا كنشكركم، ثانيا كنبغي نقول للجديدين والجديديات إياكم الإغراء، إياكم الإغراء. اليوم 8 شتنبر هو يوم واحد في 5 سنوات، يجب أن تكونوا محتاطين على أساس أن التصويت ديالكم يكون تصويت لصالح حياتكم اليومية. اليوم لهذه 5 سنوات لما غتحطوا واحد صوت على واحد شخص أو على واحد الحزب أو على واحد البنت أو على واحد الولد، عرفوا بروسكم بأنه هذه عهد بينكم وبينه. شوفوا انتوما تقويم ديالكم، واش هاد السيد غادي يكون في مستوى العهد اللي غنديروا معاه؟ واش هاد السيد غادي يقوم معنا بالواجب ولا غادي يغبر علينا وغادي يسد علينا التليفون وغادي يخلينا احنا عايشين في العذاب ديالنا وفي الانشغالات ديالنا ويمشي هو يقضي الاغراض ديالو؟ لا، خصكم تختاروا الناس اللي غاديين يكونوا يسمعوا لكم ويجاوبوكم ويمشيوا معاكم. إذن شكرا سي يوسف على تلبيه الدعوه. الى هنا سيداتي وسادتي تنتهي حلقة هذا اليوم، إلى حلقة أخرى مع ضيف آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.